السلام عليكم. اليوم طبعا حنحكي عن موضوع جديد. بصراحة كثير اجتنا اسئلة او تجيني اسئلة عن موضوع ما هو الكومبوزيت فينير. واليوم حنحكي عنه. شو هو الكومبوزيت فينير؟ اول شيء بدنا نشرح شو معنى كومبوزيت. كومبوزيت ما معنى مركب. هو معناتها مركب. فاحنا لما استعملناها بطب الاسنان هي عبارة عن حشوات بيضاء. واللي هي نفسها الناس بتعرفها بتشوفها في عيادات الاسنان الحشوة البيضاء. مركب لما نيجي نقول فينير، فينير معناها قشرة. فهسه بنقدر نفهم انه من الحشوة البيضاء قشرة على الاسنان. شو هي هاي القشرة وشو فوائدها وشو ميزاتها؟ اول شيء شو هي؟ هي طبعا موجودة في العيادات، كل العيادات تقريبا، كل عيادات الاسنان ممكن تلاقوها وتكون جاية بتيوبات. تيوبات زي طبعا شركات وانواع بتختلف من شركة لاخرى على حسب الاضافات اللي تمت اضافتها على هذا المركب او الكومبوزيت، وبتفرق واحده عن واحده ونوع عن نوع. شيء على في شيء اسمه بالالياف وفي شيء اسمه النانو تكنيك، اي بمعنى انه بينشف اسرع من غيره او الضوء بيتخلل داخله عشان ينشف. هيك بنفهم انه هاي الحشوات او هاي القشرات ما بتنشف الا على ضوء بنسميه الضوء المستقطب، اللي طبعا كثير منكم شافوا بالعيادات. هذا هو الضوء المستقطب. طبعا هذا مش ليزر، هو عبارة عن ضوء مستقطب، ضوء بنشف هاي الحشوات او هاي القشرة. الان احنا هنشوف مع بعض فيلم كامل عن كيف نعمل قشرة الكومبوزيت. اول شيء هنحكي عن نشوف الفيلم، بعدين هنحكي عن ميزاتها وشو بايش بتفرق الكومبوزيت فينير عن البورسلان فينير، وشو ميزات هذا على هذا وشو الافضل هذا. أوه.
الكومبوزيت فينيت كيف غير الشكل. طبعا لها ميزه، اول ميزه لها سرعه تحضيرها زي ما شفتوا بجلسه واحده 6 ساعات تعملوا بشكل سريع جدا، طلع المريضه يعني اخذت الجلسه لا تتجاوز عن ساعه، طلعت المريضه مبسوطه ومرتاحه. الميزه الثانيه لها المرونه، هي بتتحمل هاي الماء الحشوات او هاي الماده حقيقه مرنه، يعني بتتحمل صدمات مش قاسيه مش صلبه مش زي الازاز بتكسر بسرعه، بالعكس فيها مرونه اعلى من البورسلان فينيرز. ثالث شيء سعرها، هي كثير طبعا سعرها يعتبر رخيص جدا مقارنه بسعر البورسلان فينير او الايماكس او السيركل الفينير. وفيها شغله مهمه جدا من ميزاتها انه ما في داعي تحضر السن، صحيح انه في بعض الفينير او البورسلان فينير برضه بيشارك الكومبوزيت فينير بهاي الميزه انه ما في داعي للتحضير وبنسميه نان بريب فينير. نفس الشيء الكومبوزيت ما في داعي للتحضير، هو بس انك انت تتاكد من الاسنان النظيفه من الكلس والتسوسات وكل شيء وبعدين بتقوم بتطبيقها. بس في نفس الوقت طبعا لها بعض المساوئ، ومن اهم مساوئ الكومبوزيت فينير اللي هي اولا عدم الدقه في الشكل، يعني مهما كان بضل الدكتور هو بيستعمل ايديه، بيستعمل مخيلته، بيرسم هو بايده بعض الادوات بيستعملها عشان يرسم سن معين او شكل معين، فما بتكون دقتها عاليه جدا زي البورسلان فينير في الشكل، يعني التناظر ما بين الاسنان القواطع التنين ما بيكونوا 100% الا يكون في فرق بسيط، وهذا طبعا يعتبر عادي حتى في الاسنان الطبيعيه. السيئه الثانيه لها انه صعب تعملها بولش 100%، صعب انك تخليها شاني زي بورسلان فينير. البورسلان فينير لانه بدخل على درجات حراره عاليه وافران بيطلع بعدين بيسووا له بولش عالي جدا، بتحمل بولش عالي فبيطلع شاني كثير، ام اي يعني مقصد انه بلمع كثير. اما في الكومبوزيت فينير لا، طبعا هي عباره عن ماده بتروليه زي ما حكينا، ماده مركبه من عدد من المواد، فمهما عملت لها بولش ما بتطلع تلمع كثير وشاني كثير. ولانها مرنه زي ما حكينا من احد ميزاتها معناها انها هي اطرى من البورسلان فينير، معناتها من ميزات من مساوئها ايضا، هي كانت ميزه فيها انها مرنه ولكن من مساوئ هاي الشغله انه هي تتعرض للخدش اسرع، فممكن تنخدش بالبراش اللي هي التوث براش، بتكون عرضه انها تنخدش اكثر بالاكل والشرب، وهذا الخدش طبعا بيؤدي انه لونها ممكن يتغير اسرع. فالكومبوزيت فينير الاكثر الحد الاقصى وجوده على الاسنان بيكون بجوده عاليه وهيك هي 5 سنوات، اكثر من 5 سنوات صعب. طبعا بتتغير هاي المده حسب عادات المريض، يعني اللي بيشرب قهوه كثير، المدخن او الشاي، اي ملونات في الاطعمه، طبعا هذا العمر الكومبوزيت فينير عنده بيكون اقل. طبعا بالمقارنه مع البورسلان فينير لا، البورسلان فينير بيكون عمره اطول، مع عادات المريض بتتغير طبعا الطول ولكن مو اكثر من 5 سنوات بالحفاظ على اللون، وما بنخدش لانه صلب مش زي الكومبوزيت فينير. ارجو انه هاي الحلقه اجابت على اكثر اسئلتكم عن الكومبوزيت فينير وشو هو، وارجو تكونوا فهمتوا بالضبط شو الافكار اللي انا اللي طرحناها، اكون وضحتها ان شاء الله، والف شكر لكم ونشوفكم ان شاء الله في موضوع اخر، ونستنى اسئلتكم، اي موضوع بهمكم ممكن تسالونا عنه، ممكن نعمل عنه حلقه كامله ونشرح لكم كل جوانبه ان شاء الله، والف شكر لكم، السلام عليكم ورحمه الله.